العزيز، البركة فينا وربي يصبرنا يا العزيز. أكهو يا العزيز، هذيك حكمة ربي، وحمد الله على سلامتك. تو فاس بيان توصلي جورس. والله هاني لا تشكر للذم، قلبي قايل لي اللي هي باش تموت. تانكيت باس العزيز، تانكيت باس، قول ان شاء الله نعيش وقدها. الزب عندي جمعة نرقد، ما فهميش أحلام، الواحد حتى جرت أحلامه تحشيله فيهم، ما عادش حالمهم لا في الدنيا لا في الحلمة. اللي يشوف الكتب والدوسيات هذم الكل يقول لك القفصي دار فيه عالم كبير ياسر، متثقف ياسر، وهما هذم الكل دوسيات شاددهم على عمك رؤوف. العزيز أنا من رأيي الفرق نعملوه في الدار لهنا. علاش المصروف الزايد يا العزيز؟ لارجون تمشينا كيكا في كلكو شوز فيد. عمي كسبة وقت جيت ملا موفيش عالسباح وملا سعادة وملا فرحة، ايجي لهنا نبوسك. العزيز كالعادة راقد بسبدريك، اسي اسي لاباس، حتى تغسل وجهك وتحك سنيك بالبروسا دونس، قالوا ايجي نبوسك. افريمون عمي وليت فرنساوي بيور، يا ودي الفرنسي متاعك وكلاكسون والدنيا حاجة ما صارتش. العزيز يا اخي ولدك يضحك ويتفكهج علينا هالصباح، يا اخي ما في باله بشي. لا لا ما في بالوش، مازال كيقام يا القفصي. حنيفة ماتت يا القفصي. وشكوني هذه حنيفة يا بابا؟ حنيفة يا القفصي، حنيفة اللي باب ستك في السقيفة. يا فمي اضحك، ابرس سمك يا فمي اضحك. مماتك يا القفصي، مماتك حنيفة ما تعرفهاش. شنية توا بابا تتساوقوا علي زوز اخوات عالصباح؟ مماتي ميتة عندها 20 سنة، فاش تحكي يا بابا؟ أم مماتك يا القفصي اللي هي جي مماتي أنا وممات عمك العزيز. يا أخي مماتك حية بابا، شبيني ما في باليش بها، ولا راني صورت معاها شوية فيديوهات. أي على كل حال الله يرحمها والبركة فيكم. ريت يا العزيز، ماتت على صغر سنها 150 سنة. يا لطيف يا عمي يا لطيف، الشرات من الدنيا مسكينة 150 سنة. صبر يا ربي صبر، شي يوجع القلب. العزيز كيما قلتلك اشكون باش يجينا، زايد نعملو في فرق ونخسرو في الفلوس. والله قلت الحق، اتوا نحطو كرسي ولا زوز في الجنينة على عينين ويا ناس ما كان بيس. يا وملا لعب، ممات بابا ماتت عمرها 150 سنة، اشرات من الدنيا مسكينة، شبابها تقصف عمرها تقصف على صغر سنها، الله يرحمها. هادي فوا هالتكريز عالصبيح يخي، مولاي القهوة كل يوم يبدل المطبط الواي فاي، يخي ما عنده سيف القهوة هذي كان مطبط الواي فاي، ما عندوش سلعة، ما عندوش بن، ما عندوش سكر، ما عندوش قهاوي، عنده كان مطبط الواي فاي يبدل فيه على الزبة. هكا هو معناها الزبة لا يكونكتي لا حل فيسبوك لا انستغرام لا يشوف لا تيك توك لا فيديوهات لا زبي، نقعد انا مبوم لهنا في القهوة. شوف الظلم، شوف الظلم، نمشي معناها انا توا نصب دينار بس 150، هو اسمه دينار، انت تصبه بس 150، تعدي 200 ميجا صاحبي تحل زو ستوريات مسات تنيك ال 200 ميجا، هذا صاحبي كان ما عندك ساسويس وتصب الدينار وتتناك في ثور ممو الدينار وتقعد هكاكا كل كلب بالزيت. برسمك معلم وتبث الوي فيه وكتبولي في ورقة باسم تملوس عليا ويطلع غالط، نعود نرزع لك وعود رذب، يا عود اعطيني متبث الوي فيه. ب ب ت ت ت س ب ب ت ت ب ب ت ت ت ت ت ت ت ت س ت. يدي سبيك يا معلم لابيس. ت ت ت ت ت س ت 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 ت. وعلى الزبي يدي بكوس، هذا بكوس يخدم في القهوة يدي ما تركبش الحكايه، كيفاش يدي كيفاش بس يتعامل اذا ما العبيت يا خويا؟ بكوس على راسي وعيني ونصلى ربي يشفيك، اعطيني خويا اكسبريس. يدي سبيك معلم، يدي قاعد تدعي بزبي بلغة البكيكس ولا ثنية حكيت؟ يدي اكسبريس اكسبريس، قهوة صاحبي قهوة بس نصربها. سي بون صاحبي سي بون، مريقل صاحبي مش لازم اكسبريس، الاكسبريس لا متبصل وي فيه، سي بون صاحبي ذوق بيه.
يا جبا ويني قاوتي؟ مش قلت لك كلمة ولا قاوة أنا في الثنية؟ زبي قفي صبح ني قول صباح خير يا صبيح. داخل طول محلب على زبي من لو زير الوبنة بس تزيد تلقى قاوتك حاضرة. يا ودي أنا قاوتي ما حب سيزيبها لي، خلي بس يزيب لك قاوتك. إذا بنك إذا بنك أنت بيدك ذار فيك على عصابك الصبيح كيما تزبى. بالرسمي يا جبا نحكي معاك، ويني القاوي صاحبي؟ قفتي صاحبي هوكا قدامك السيرفور، احكي معاها صاحبي قول له على قاوتك وكلمه على قاوتي زاد. يا معلم زوز اكسبريس برسمهم. ته 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 اوكا سيبون يا جبا اوكا يعصر فيهم صاحبي. ذيبي قفتي هك مثقف صاحبي، تحكي لغة البكيكس وذيبي برزولية معلم صاحبي. برسمك يا القفتي ثنية قالك من الصبيح وانا نقوله اكسبريس وهو سدهالي به ته سه سه به، فهمت من زبو رمو سي سهلة ياسر يا جبا. قلت له جيب زوز اكسبريس يا اخي، قال لي خلصوني فيهم اقبل ما نجيبهم. يا اخي قلت له جيب زوز اكسبريس لاني كنهبط الجراج متاع القهوه ونركع فيك بالشلابك على ترمتك. اسمع القفي صاحبي برزوليه، انت برزوليه صاحبي تطيح في قريه كلها بكيكس، ما تحير صاحبي، تنزم تزيب عصيك، تنزم تسلك امورك، تثري لعبه تثري. انا صاحبي تطيح في حومه كلها بكيكس نوحل صح. وقلت لي القفي باش تمشي معانا من بعد ولا وين يا جبا؟ باش نمشي معاكم باش تمشي معانا تنيك القفي. يا جبا ما عينيش في مساطة وتفدليك هالصباح، حنيفة ماتت يا جبا. زيبي تكون حنيفة قف لي باب ستك في السقيفة ترزع في الفوضى قفي، برزولية مصغر مخك صاحب. ولا كما نحكي لك يا جبا، أم بابا هي اللي توفيت. زيبي قفي ممات عمبو القفي كانت حية وما في بالناس بيها، قديس عمرها برسمة كيف؟ يا جبا قال لك ماتت صغيرة مسكينة 150 سنة. زيبي قفي 150 سنة يا صاحبي، زي أمها ديناثورة وبوها ديناثور. زيبي زي صاحبي خلطت على حنبال وعليسة قبل ظرفية، خلطت على عليسة وقتها كانت والمنجيلة وقتها قبل ما كان اسم منجيلة غادي، كانت عليسة صاحبي تعمل في كاسكروتات السباتي غاديك وقتها بالهريسة وزبن وصلاتة مسوية وزيب، وحنبال كان عامل نصبة والبالماريوم ما كان صاحبي البالماريوم هذيك، هذيك كان صاحبي حنبال عامل نصبة يبيع فك البلاس البرسليات هذوكم يكتب لك عليهم اسمك وزيبي يا حسرة. وكانت عليسة تطيح باند دبوس الغاز توفيلة ما يطيب السباتي على الغاز، يهز حنبال الحصان نتاعو صاحبي ويهزلها دبوس الغاز طحان زيبي، حنبال زيبي طحان صح. يا جبا وزيد فوق هذا الكل عمي المكرز جاي من فرنسا. وعلى زيبي عمل عزيز زي صاحبي ومرزن عصو برزولية عصو ارزن مكر سماع اللي يسيبون في التلفزة هذوك بزير برسمك يحسي فيه ياسر قصي كالعادة يا جبا يبص في بساس أكبر من مفسيه. العزيز قل لي صفا هكا اللي شايز كم صار؟ صفا صفا يزي فيه البركة، على معارفنا الهيلة بش يجيو يعزيونا، كانك علينا ما حاجتي بش نشوف حتى واحد. إيش بيك على أعصابك يا العزيز؟ ارخف روحك شوية، عندي ليك جوس دعنب عالمي الليلة باش نذوقك منه. يا العزيز لو ما يجيش حنيفة مازالت كي ماتت. العزيز هي ماتت واحنا نموتوا معاها، لازمنا جوس دعنب باش نحزنوا عليها كوم الفوت. اي عندك الحق، يلزمنا نحزنوا عليها كوم الفوت. هي برا قلنا السلام عليكم، يا ودي ما تقولوا ليش تهور عم بلقفسي وما تستدعوش ولد سميرة؟ ريت كيفاش شديتكم بالكمشة؟ ريت المرة اللي فاتت ما هزيتونيش معاكم الخطبة الجب، واليوم تهور القفسي خويا وعشيري وما تستدعوش ولد سميرة. لو فيس دو سميرة تو مي مانك بوكوب. اي اي بوكوب بوكوب دفريك تو مي مانك بوكوب دفري، يدي الفرنسيس متاعك حاجة ياسر واو. يا ودي حاجة ما صارتش يد نعيمة، عنا موت مش تهور. تقوليش القفسي مات؟ الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا القفسي، الله يرحمك يا صاح. يراها في راسك يا نعيمة، القفسي ولدي ما ماتش مازال حي، حنيفة اللي ماتت. حنيفة ويش كوني هذه حنيفة يا عمو القفسي؟ لي باب ستك في السقيفة. يا العزيز هك تطيح في القدر بعد ما تقولش شبي ولد سميرة يعمل هك، حتى في موت تتفكهج. يا نعيمة حنيفة جي ماتي
وممات العزيز. يا رسول الله، معناتها مماتك انت يا عمبو القفصي هي نفسها ممات العزيز خوك؟ سبحان الله، ما قلتليش يا عمبو القفصي باش ماتت مماتك العزيز؟ ماتت بالجبة الزرقاء متاعها الله يرحمها، ماتت صغيرة 150 سنة. 150 سنة ماتت على صغر سنة؟ يا ودي هذي نورمال مو يحنطوها ويحطوها في متحف ويقصوا تيكيات باش يدخلوا يتفرجوا فيها؟ قالوا ماتت على صغر سن. يا ودي انا 25 سنة ونحس في روحي قديم ياسر. هذاك اللي صار العزيز، فكوا هنا وهزوا حنطوها، ما خلوناش حتى ندفنوها، باش تخلي علينا بلاصة يا حنيفة، شكون باش يبابصنا في السقيفة؟ يا جبة اكلب هيمة والتفسيس متاعك من غير ما تسيبهم في الدار، مشيش تصلحها مع عمي. هدي قفتي صاحبي موت هذا يا صاحبي خيمي، مثيم بس نلعبه واحنا مثيم بس نضحكوا نلعبه، بس نعزي عمبو القفصي، بس نعزي عم العزيز، بس نقول لهم البركة فيكم، العقبة ليكم، نصلى كما راهو عندكم، وكل فوزيت هذوكم قفصي. يا جبة يقولوا البركة فيك مش العقبة ليك، ظهر فيك تحب تنيك تريحة انت اليوم. والنظر بربي قتلي يا القفصي، تعرفني صاحبي فوزيت هذوما ما عندي سمعهم زملة. يعني وسيتك يا جبة، رد بالك تزلت صاحبي. بيه قفصي بيه صاحبي، ذوق بيه تهند.